وتعمل معاه كل العيش البلدي او بمعنى صح العيش الناشف. معايا 4 سفاح من الدقيق مغسول كويس، ومعايا ملح، ومعايا شويه من الكزبره. ده طبعا بيخليه سائل في الاكل. نقلبه كله مع بعض. وصلت لحد هنا، صلى على النبي. معايا خميرة بيري، انا مدوباه في ميه سخنه عشان انتوا عارفين الجو ولا ساقع دلوقتي. معايا برضو ميه دافيه هعجن بيه، وهنقول بسم الله. طبعا ما ننساش نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. احنا طبعا بننزل بالميه شويه شويه عشان مش عايزين العجينه تترى منه. هندوب الدقيق الاول وبعد كده نبدا في اللت او في العجن. انا لميت كل الدقيق اهو، هبدا في لت العجين. طبعا انا لازم اخدم من العجينه حلوه عشان تطلع من الفرن كويس. انا هلم العجينة واغطيها عشان تخمر ونشوفها مع بعض عند الفرن. طبعا لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش في لايك حلو زيكم كده.
ازاي معايا بقى من اول بغيت لاخره بقى عشان ابطل بقى وانت تستلم بطل. Thank you.